بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الجمعية العمانية لمرض السكري، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. وحلقتنا اليوم خاصة لهذا الشهر الفضيل، وما يجب على مريض السكري معرفته من استعمال الأدوية وكذلك التغذية السليمة خلال هذا الشهر الكريم. وضيوفنا في هذه الحلقة هو الدكتور علي الريسي، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ورئيس قسم الباطنية في مستشفى صحار، وكذلك الأستاذة خديجة العامرية، أخصائية التغذية بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء. وقبل أن نبدأ، نود أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الرعاة لهذه الفعالية، وهم شركة تنمية نفط عمان وشركة دليل للنفط وشركة عمان ألنجي وكذلك صالة جولديز. شكرا لكم على دعمكم لفعاليات الجمعية العمانية للسكري. ونود أن أيضا نلفت انتباهكم أيضا إلى أن وضع الأسئلة في خانة الأسئلة، وإن شاء الله سيكون هناك مجال أيضا الأسئلة عن طريق الصوت. إذا دكتور علي والأستاذ خديجة، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشكرا على حضوركم. أهلا أهلا دكتور أحمد، جزاك الله خير، وتقدم بالشكر الجزيل لك و للجمعية العمانية لهذه الدعوة. أهلا وسهلا أستاذ أهلا خليجة. وسهلا، يا هلا فيك دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضوركم. إذا نبدأ هذه الأمسية إن شاء الله اليوم مع الدكتور علي. في البداية راح يعطينا محاضرة قصيرة عن ما يجب على مريض السكري معرفته خلال شهر رمضان من ناحية الأدوية وانتظام السكر وما إلى ذلك من المعلومات الهامة خلال هذا الشهر الفضيل. فتفضل دكتور علي، المجال عندك الآن لإلقاء محاضرة قصيرة، وبعد ذلك إن شاء الله سنتجه إلى النقاش. واضحة الشاشة؟ لا بعد مشاركة، بس فقط شير كونتنت. كنا جربناها قبل شوي، لكن كذا التقنية، لما تكون تقرب تشتغل، لما تروح في الحقيقة تتأخر عليك، لكن الحمد لله أنا وصلنا الحمد لله. الحمد لله. ممتاز ممتاز دكتور، تفضل تفضل، إذا بس تسوي عرضه لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزاكم الله خير جميعا. اليوم نتحدث عن مرضى السكري والصيام. بداية، قبل ما نبدأ نتكلم عن كيفية التحكم بالسكري خلال شهر رمضان المبارك، أو كيف نضبط أو كيف نعدل الجرعات في رمضان، لابد أن نتكلم ولو باختصار عن مرض السكري وأنواعه. فكما تعلمون، مرض السكري أو داء السكري هو مرض مزمن يكون نتيجة وجود اضطراب في العمليات الإيضية للكربوهيدرات، فينتج عن ذلك ارتفاع مزمن في معدل السكر في الدم. وأنواع مرض السكري، عندما نتحدث عن الصيام ومرض السكري لابد أن نتطرق إلى أنواع مرض السكري، لأن كما تعلمون بأن مرض السكري ليس قالبا واحدا، وإنما هناك عدة أنواع. ففي بعض الأنواع بالإمكان المريض الصيام بكل سهولة وبكل يسر، ولكن في بعض الأنواع لا يستطيع، يحتاج عناية أكثر.
كما تعلمون بأن أنواع مرض السكري هو النوع الأول، وهذا النوع يعتمد اعتماد كليا على الأنسولين. كيف يحدث هذا النوع؟ النوع الأول يكون نتيجة وجود خلل في الجهاز المناعي، فينتج عن ذلك مضادات تعمل على تحطيم وتدمير الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين في البنكرياس. فمع الوقت وخلال فترة قصيرة يصاب المريض بارتفاع مزمن في السكر. فلذلك هؤلاء المرضى بسبب وجود التدمير لهذه الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، فهم يحتاجون ويعتمدون اعتمادا كليا على الأنسولين. النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعا، النوع الأول يمثل تقريبا من 5 إلى 10% في حين النوع الثاني يمثل تقريبا هو الغالبية، 90% من المرضى عندهم النوع الثاني. وهؤلاء المرضى يكون بسبب وجود مقاومة للأنسولين. فالأنسولين موجود، خلايا البنكرياس أو الخلايا بيتا سيلز المسؤولة عن إفراز الأنسولين موجودة وتفرز الأنسولين. فلذلك هؤلاء المرضى يكون عندهم الأنسولين، ولكن تكون هناك مقاومة، وغالبا هذا النوع يكون وراثي، ويكون نتيجة وجود مشكلة في نمط الحياة، يعني من قلة الرياضة وعدم الالتزام بالحمية، وأيضا وجود السمنة أو الوزن الزائد. النوع الثالث وهو سكري الحمل، وهنا طبعا سكر الحمل يعتمد هل المريضة فقط عندها خلل واضطراب في معدل السكر أثناء الحمل، أو هي أصلا مصابة بمرض السكري سواء النوع الأول أو النوع الثاني، والكل نوع فيه تفصيل، وهنا يكون من مريض يختلف من مريض إلى مريض، وهل هذه المريضة تستطيع الصيام أو لا، فيعتمد من مريضة إلى مريضة. والسكر المصاحب لبعض الأمراض المزمنة مثل أمراض البنكرياس، وهذه يعني من الأشياء النادرة، الأكثر شيوعا النوع الأول والنوع الثاني. هناك صعوبات تواجه مرضى السكر أثناء الصيام. طول فترة الصيام هذه يعني من أهم النقاط، يعني إحنا معنا الصيام تقريبا من الساعة 4 إلى الساعة 7، يعني مع نهاية رمضان بيكون طول فترة الصيام تقريبا 15 ساعة، فهذه كفيلة بأن تكون إحدى التحديات لمريض السكري، وخاصة المريض الذي يتناول الأنسولين للعلاج. شدة حرارة الجو الآن مثلا بداية شهر 4 تقريبا درجة الحرارة فوق 40، فالمتوقع خلال شهر رمضان إنها تكون الحرارة فوق حتى 45-46. هذا يجعل المريض وخاصة مريض السكري عرضة للجفاف وعرضة للشعور بالعطش، فهذا أيضا يمثل إحدى الصعوبات وخاصة لمرضى السكري من النوع الأول. الحلويات على موائد رمضان، وهذه من العادات والتقاليد اللي موجودة معنا، فمعظم موائد رمضان هي عبارة عن حلويات تحتوي على كثير من الكربوهيدرات والنشويات. عدم انتظام السكري وخاصة المريض الذي عنده السكر منتظم يكون صيامه يسير وسهل، ولكن إذا كان السكر غير منتظم فيكون عرضة لأشياء كثيرة كثيرة جدا. أيضا استخدام الأنسولين والأدوية الخافضة للسكر تجعل مريض السكري عرضة لهبوط السكر. عدم استعداد بعض المرضى لمتابعة نصائح الطبيب، تقول للمريض عن تصوم يصوم، تقول له يستخدم كذا، يعني عدم استعداد المريض أو عدم اتباع النصائح الطبية تعرض المريض لكثير من المخاطر والمضاعفات. مضاعفات الصيام لمرضى السكري، الصيام قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، وهذا قد ينتج عن الإصابة بنوبة الحماض الكيتوني السكري في الدم، وهذا خاصة لمرضى النوع الأول.
مرضى النوع الأول، فكلما زادت مدة الصيام وكل ما كان السكر غير منتظم يجعل المريض عرضة للإصابة بنوبة الحماض الكيتوني السكري في الدم. أخذ الأنسولين وطول الصيام وعدم الأكل لمدة 15 ساعة هذه كفيلة أن تكون تجعل المريض عرضة لانخفاض حاد للسكر. مثل ما ذكرت شدة حرارة الجو وعدد زيادة عدد ساعات الصيام تجعل المريض عرضة للجفاف. إجمالا فإن هناك أحوال صحية يعتبر الصوم فيها خطرا حقيقيا على صحة المريض وسلامته، مثلا تكرار انخفاض الحاد للسكر خلال الأشهر الثلاثة السابقة لرمضان. إذا المريض عنده هبوطات مستمرة في الثلاثة الأشهر الأخيرة هذا يجعل المريض يعني تجعل المريض عنده خطورة وتعرضه للخطر إذا صام. ولذلك مثل هؤلاء المرضى يعني يختلف من مريض إلى مريض، ولذلك ننصح هؤلاء المرضى بعدم الصيام، وخاصة عندما نتكلم عن هؤلاء المرضى هم الأكثر من النوع الأول اللي يكون على الأنسولين. انخفاض السكر بشكل مستمر هذا أيضا يمثل خطر للصيام، وخاصة في فترة الصيف وطول فترة الصيام. إذا المريض عنده ما عنده القدرة على الشعور بانخفاض السكر، وهذه تأتي مع الوقت، كل ما زاد عدد سنوات المرض وأصبح السكر غير يعني منضبط، مرة يعني يكون مرتفع ومرة يكون منخفض، مع الوقت مع تكرار الانخفاضات يصبح المريض ما يشعر بالانخفاض، فقد يصل السكر 2 أو 1.5 ولكن المريض ما يشعر بأعراض انخفاض السكر. حدوث غيبوبة الحماض الكيتون السكري خلال الأشهر الثلاثة السابقة رمضان هذا أيضا يجعل المريض عنده خطورة كبيرة جدا، ولكن ننصح مثل هؤلاء المرضى بعدم الصيام. مرض السكري من النوع الأول بحد ذاته يعتبر ذو خطورة متوسطة إلى عالية. نوع السكر فقط، المريض إذا عنده السكر من النوع الأول يعتبر نسبة أو معدل خطورة الصيام من متوسطة إلى عالية مقارنة بالنوع الثاني من السكري. وجود مرض حاد طارئ على مرض السكري متى ما أصيب، خاصة الآن في فترة كورونا، أي مريض سكري يصاب بمرض كورونا الأفضل عدم الصيام، لأنه مرض كورونا بحد ذاته يعمل على ارتفاع معدل السكر في الدم. حتى لو كان المريض سكر منتظم إذا أصيب، وهذا الذي لاحظناه وما أثبتته الدراسات، إذا أصيب بمرض كورونا بحد ذاته يعمل على ارتفاع السكر، ولذلك هؤلاء المرضى ويصابون أيضا بجفاف. فهؤلاء المرضى متى ما أصيب بمرض كورونا ننصحه بعدم الصيام، يستمر على أخذ العلاج، يتناول كمية كافية من الماء. حدوث غيبوبة فرط سكر الدم مرضى النوع الثاني، سكر الحمل، وهذا يعتمد المريض مريض، بعض المريضات يستطيعن الصيام ولكن بعض المريضات لا يستطيعن الصيام. أي مريض عنده فشل كلوي ننصحه بعدم الصيام لأن صيامه يعرضه للخطر. هذا في هذه السنة في يناير 2021 البروتوكولات العالمية المهتمة بالسكري وشهر رمضان المبارك وضعوا ورقة وهي نحدد فيها مستوى خطورة الصيام، مستوى خطورة الصيام تتكون من 12 نقطة، تتكون من 12 نقطة، والحمد لله رب العالمين بدأنا بها في العيادة معنا، ونحدد هل المريض صيامه يمثل خطورة منخفضة أو خطورة متوسطة أو خطورة مرتفعة، ولذلك نحدد هل يستطيع الصيام أو لا. وإذا حددنا أنه يستطيع الصيام نعطيه خطة مكتوبة في كيف يستخدم الأدوية أثناء شهر رمضان المبارك. هذا مثال، نستخدم مثلا هذه المريضة
عدد النقاط معها 8.5، من 0 إلى 3 يعتبر معدل الخطورة منخفض، المريض يستطيع الصيام بكل يسر، من 3 إلى 6، من 3.5 إلى 6 يعتبر ذو خطورة متوسطة، فوق 6 يعتبر ذو خطورة مرتفعة. هذه المريضة 8.5 تعتبر ذو خطورة مرتفعة، ولكنها هذه المريضة أصرت، قالت أنا بصوم، بجرب الصيام. فهنا لابد أن نعطيها خطة علاجية واضحة، ولابد أن يكون عندها رقم للتواصل معنا في حالة حدوث أي حاجة، ونعطيها نصائح واضحة متى تفطر، متى ما شعرت بحاجة مثلا بأعراض انخفاض أو بأعراض ارتفاع، أو أنه قاست السكر فكان 3.9 أو أقل، أو قاست السكر فكانت 16.6 أو أكثر، فهنا ننصح المريضة بالصيام. فعطيناها خطة علاجية واضحة وكيف تستطيع أنها تضبط الجرعات. علاج مرض السكري، إذا كان المرض من النوع الثاني فغالبا معظم المرضى على الأدوية. غالبية المرضى من النوع الثاني يكونوا على المنظم اللي يسمى ميتفورمين ولا جلوكوفاج. هذا يعتبر الخط الأول لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني. فإذا كان المريض على مثلا 1 جرام، على كان على جرام مرتين في اليوم، ننصحه مع الصيام مع الفطور ياخذ جرام، ومع السحور ياخذ الجرام الثاني. إذا المريض ياخذ مثلا 500، الجرعة 500 ملي جرام مرتين في اليوم، ننصحه ياخذ حبة الصباح، حبة مع الفطور وحبة مع السحور، وهكذا. إذا كان ياخذ الجنوفيا وهو 6 جلبتين، هذا من الأدوية أنا يعني جبت الأدوية المتوفرة والأكثر شيوعا معنا. إذا كان المريض ياخذ الجنومت وهو عبارة عن دواء مخلوط بالميتفورمين، يحتوي على الميتفورمين وعلى الجنوفيا، غالبا الجرعة حبتين، حبة الصباح وحبة المساء، ننصح المريض ياخذ حبة مع الفطور وحبة مع السحور. إذا كان المريض يأخذ الأدوية الخافضة للسكر، هذه تمثل خطورة. الأدوية الأولى اللي ذكرتها غالبا ما تسبب انخفاض أو هبوط للسكر، هذه الأدوية تسبب، فلذلك هذه الأدوية تحتاج أن يعني نقلل، خاصة جرعة السحور، نقلل جرعة السحور. فمثلا إذا المريض يأخذ الأمريل مثلا يأخذ 4 ملي جرام مرتين في اليوم، ننصحه يأخذ مثلا حبتين مع الفطور وحبة مع السحور. وإذا كان يأخذ مثلا حبة واحدة مع السحور مع الصباح وحبة مع المساء، ننصحه يأخذ حبة مع الفطور. وإذا كان سكره منتظم ما يحتاج يأخذ الحبة مع السحور. طبعا هذا الجليبنجليمايد أو السمدونيل يعني هذه من الأدوية الأكثر أيضا شيوعا بين مرضانا مرضى السكري، وهذه تسبب فعلا هبوط للسكر. معظم المرضى يعني يحدث عندهم هبوط في السكر، فلذلك هؤلاء المرضى يحتاج ايضا، خاصه اذا ياخذ الجرعه كامله مثلا 10 ملغ مع الصباح و10 ملغ مساء، ننصحه ياخذ مثلا ياخذ 10 ملغ مع الفطور ونصف الجرعه مع السحور، او ما ياخذ حبه السحور، ويقيس السكر، وبعد ذلك نقوم بعمل اللازم من ضبط الجرعات. هذه الأدوية الجديدة المتوفرة في الأسواق وبعض المراكز، مثل إبرة الفكتوزا، مثل أكتوس، مثل الدابة هذه اللي الآن موجودة، هذه الأدوية بكل سلاسة ما تحتاج تعديل جرعات، بإمكان المريض يأخذها مع الفطور، يأخذها بعد الفطور، يأخذها بعد الفطور، يعني من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء. إذا كان المريض على الأنسولين، سواء كان من النوع الأول، مرضى السكر من النوع الأول أو النوع الثاني، غالبية المرضى يكون على الأقلام أو يكون على الإبر. إذا كان على الأقلام فالأكثر شيوعا معنا اللانتوس. إذا كان المريض يأخذ اللانتوس ويأخذ الأنسولين قبل وجبات، غالبا
نقوم بإنقاص جرعة اللانتوس من 20 إلى 30 وأوقات حتى تقريبا من 20 إلى 30%. فمثلا المريض إذا يأخذ 10 وحدات ننصحه يأخذ مثلا 6 وحدات، ومع الوقت مع رمضان يعني مع الأيام يزيد الجرعة. فمثلا إذا كان يأخذ 10 وحدات ننصحه يأخذ 6 وحدات، وننصحه يأخذ الجرعة مع المغرب، يعني بين المغرب والعشاء، بين الساعة 7 والساعة 8 مساء. الجرعة قبل الوجبات، الجرعة غالبا قبل الفطور يأخذها كاملة، ومع السحور يأخذ نصف الجرعة. فمثلا إذا هو متعود يأخذ 10 وحدات مع كل وجبة، يعني قبل الفطور قبل الريوق يأخذ 10 وحدات، وقبل غدا 10 وحدات، وقبل عشاء 10 وحدات، ننصحه يأخذ قبل الفطور 10 وحدات، وقبل السحور يأخذ 5 وحدات. إذا كان المريض على الإبر والأكثر شيوعاً معنا الأنسولين الحليبي والمائي، غالباً الحليبي يأخذه جرعتين، جرعة الصباح وجرعة المساء. وجرعة الأنسولين الصافي أو المائي يأخذه مع كل وجبة. فإذا كان مثلاً يأخذ الجرعة مثلاً 20 وحدة مع الإفطار مع الريوق مثلاً، و10 وحدات مع العشاء، جرعة الفطور أو الريوق يأخذها كاملة، فيأخذ مثل 20 قبل الفطور، ويأخذ نصف الجرعة مع السحور. فمثلا مع السحور إذا يأخذ 10 وحدات يأخذ 6 أو 5 وحدات. الأنسولين المائي أو الصافي يأخذ الجرعة قبل الفطور كاملة مثل 10 وحدات، ومع السحور يقلل الجرعة إلى النصف، 5 أو 6 وحدات، إذا كان متعود يأخذ 10 وحدات مع كل وجبة. إذا كان المريض يأخذ الأنسولين المخلوط، الأنسولين المخلوط غالبا المريض يأخذ جرعتين، جرعة مع الفطور مع الإفطار، وجرعة مع العشاء. جرعة الصباح يأخذها قبل الفطور. فمثلا إذا المريض يأخذ 30 قبل الصباح ويأخذ 20 المساء، ننصحه يأخذ 30 قبل الفطور، قبل الفطور المغرب يأخذ 30، وقبل السحور يقلل الجرعة إلى 50%، يعني يأخذ 10 أو 12 وحدات. نصائح عامة لمرضى السكري، ننصح بعض مرضى السكري وخاصة النوع الأول سكر الحمل بعدم الصيام، ولكن يعتمد من مريض إلى مريض، فكل مريض عنده خصائص تختلف عن الثاني. ننصح المريض بالقياس المستمر للسكر أثناء الصيام، وخاصة المرضى ليكون على الأنسولين، ننصحهم أنهم يقيسوا باستمرار خاصة الأيام الأولى من رمضان. ننصحهم مثلا قبل السحور، ننصحهم الصباح، الظهر، العصر، وقبل الفطور وبعد الفطور، وفي منتصف الليل، مدة 2 أو 3 أيام 4 أيام. إذا كان السكر خلاص منتظم يبدأ يستمر على نفس النظام. إذا كان السكر مرتفع أثناء الصيام يحتاج أن نزيد جرعة ما قبل السحور. إذا كان السكر مرتفع بعد الفطور يحتاج أن نزيد في الجرعة قبل الفطور. ننصح المريض أنه يفطر إذا كان حصل سكر عنده 3.9 أو أقل، وخاصة أول الصباح. وإذا أو حصل السكر 16.6 ملي مول بعد، إذا حصله مرتفع هكذا ننصحه بعدم الصيام، وخاصة النوع الأول من السكري. جزاكم الله خير دكتور أحمد، هذا مختصر، وبعدين نشوف في الأسئلة إذا في أي إضافة. شكرا جزيلا دكتور علي، ما قصرت، ويعني كلمة وافية وشافية. وأيضا فقط يمكن أضيف إلى كلامك دكتور أنه الدين في سماحة وفي وسع، وهناك فتاوى كثيرة توضح أنه الإنسان ما يعرض نفسه للخطر، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. وعادة العلماء يعني يقولوا أنه
الفطر للضرورة، والضرورة يقررها الطبيب. فإذا الطبيب قرر أنه يعني الصوم يشكل على المريض خطر، وخصوصا في حالات السكري والأشخاص اللي يستخدموا أنسولين يمكن يكون الخطر كبير، وأنت أدرى دكتور بهذا الشيء. فلذلك ندعو الناس أنهم يعني ما يضيقوا على أنفسهم، وبعد ذلك لا سمح الله يتعرض إلى مضاعفات. فالدين ما جاء لأنه يعرض أي حد لأي خطر، إنما جاء لي يعني يفيد الإنسان في جميع نواحي الحياة. وفقط يمكن دكتور أنت الآن يعني أعطيت إطار عام، ف يعني هل تنصح أن الناس يأخذوا هذا الإطار، ولا ربما كل حالة يجب أنها نوعا ما لها خصوصيتها ويفضل أن مناقشتها مع الطبيب المعالج؟ لكل مريض خصوصية، خاصة النوع مرضى النوع الأول. النوع الثاني غالبا، وخاصة على العلاجات الأدوية، يستطيعون الصيام، ما عندهم مشكلية. ولكن مرضى سكري الحمل والنوع الأول، لكل مريض خصوصية تختلف عن الآخر. أنا مثلا عندي مريض سكري، مثلا قد يكون 10 سنوات مصاب بالسكري، ولكن سكره منتظم خلال 10 سنوات، مثلا ما عنده اي نوبات الحموض الكيتون السكري، ما عنده اي اشكاليه، ما عنده اي هبوطات، منتظم في قياس السكر. هذا المريض ما عنده اشكاليه، معدل الخطوره قد يكون متوسط الى عالي، ولكن يستطيع الصيام بكل سهوله. ولكن مريض قد يكون يعني اصيب مثلا نوم في المستشفى قبل شهر او خلال 3 اشهر مرتين او 3 مرات من نوبه حموض كيتوني، عنده السكر غير منتظم، التراكم ماله غير منتظم، فهذا المريض لا يستطيع الصيام ولا ننصحه بالصيام. وجست يعني فقط اكمالا على كلامك، العلماء اللي هم في موضوع المرض، متى ما كان المرض فيه مشقه وفيه يعني تعب للمريض، ينصح بالافطار. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى استثنى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ففي نفس الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالاصل في الدين اليسر. فمتى ما كان المريض الصيام يمثل له خطورة، ننصحه بعدم الصيام. ولكن خلال تجربتنا، خلال 3 أو 4 سنوات، المرضى اللي نعطيهم خطة علاجية واضحة، وخاصة ان احنا ايضا عندنا رقم للتواصل بالواتساب، فهم يستطيعون التواصل معنا في اي وقت، فهذا يعني ساعد كثير، ساعد المرضى بالصيام بكل أريحية. شكرا دكتور، ما قصرت. في أسئلة كثيرة طبعا موجهة لك، ولكن إن شاء الله راح نرجع لك. بس ننتقل الآن إلى الأستاذة خديجة. أهلا وسهلا أستاذة خديجة. يا هلا فيك دكتور، يا هلا. يا حياك، شكرا. وموضوع التغذية طبعا ما يمكن يعني فصله أبدا في رمضان، وربما هو اللي يستحوذ يعني، لأنه تنقلب الموازين بالكامل ما بين المغرب إلى صلاة الفجر. فربما نعطي في البداية يعني مثل ما أعطى الدكتور علي إطار عام الحين عن كيفية التعامل مع الأدوية، أيضا في الجانب الآخر نعطي إطار عام عن كيفية الأشخاص أنهم يتعاملوا مع الغذاء في رمضان، وطبعا أقصد هنا المرضى المصابين بالسكري خصوصا. أكيد دكتور، في البداية نهنئ الجميع بالشهر الفضيل، وكل عام والجميع بخير بنسبة هذا الشهر الفضيل، الله يتقبل منا صالح الأعمال. بالنسبة للنظام الغذائي، مثل ما الجميع يعرف أن النظام الغذائي هو يعتبر محور رئيسي للتحكم بالسكر، هو يعني يجي مكمل مع الأدوية. يعني ما ينفع إذا احنا ضبط الطبيب يعني ضبط الجرعات الأنسولين وكتب له يعني مجموعة معينة من الأدوية أو من الأنسولين، بس هو ما مهتم بالنظام الغذائي فالتحكم، فما يقدر كذا يتحكم بالسكر. فهو عشان كذا احنا نقدر نقول انه هو محور أساسي للتحكم بالسكر. بالنسبة إذا جينا على رمضان، فهذا وضع شوية خاص غير عن النظام العادي، لعدة أسباب مثل ما ذكرها دكتور علي جزاه الله خير. إنه الصيام في هذه السنة بيكون تقريبا 15 ساعة، يعني اللي هي عدد ساعات الإفطار بتكون 4 5، يمكن الشخص متاح له إنه يأكل بس 5 ساعات أو 6 ساعات في اليوم، فهذه فترة قصيرة. وكثير تحديات في هذه السنة، مثل الحرارة والجفاف، ومثل ما هو قال عوامل خطورة كثيرة لمريض السكر. لذلك وجب إنه يتبع الشخص نظام غذائي يعني صحي مدروس،
طبعا متى احنا نقدر نعطي النصائح الغذائيه الصحيحه لمريض السكر؟ نبدا نعطي الخطه الغذائيه طبعا من بعد ما الطبيب يسمح له بالصيام، او انه هو اصر يعني انه يصوم فيتحول لاخصائي التغذيه. ممكن انه نعطيه نظام الغذائي مدروس على شكل انه وجبه سحور افطار ووجبه سناك، وش ممكن ياكل، محسوبه السعرات محسوبه الكربوهيدرات. طبعا ما اقدر اقول انه هناك خطه غذائيه واحده ممكن تناسب الجميع، مثل ما الدكتور قال انه هو نفس الشيء بالنسبه للعلاج، ما ممكن ان نعمم كل شيء للمرضى جميعا يعني. فكذلك الخطه الغذائيه، السعرات تختلف على حسب هدف هذا الشخص، على حسب كميه الانسولين هو ياخذها، نوع الانسولين اللي هو ياخذه، اذا كان على مضخه انسولين ممكن هو على حساب كربوهيدرات، فكل هذا الشيء مختلف. بس ممكن اعطي يعني بشكل عام، بشكل عام احنا لما الشخص يعني نبغى ننظم له وجباته لازم نحترم عده اشياء. اول شيء نحترم انه هو الثقافه او المجتمع اللي هو عايش فيه، اللي هو العادات المهمة الاجتماعيه. يعني انا ما اقدر افرض عليه ان انت غصبا تفطر بهذا الشيء. انا في البدايه يعني كل شخص له يعني عاداته، فهو بشكل عام النصائح العامه لما نجي على وجبه الافطار نبداها بيوم، طبعا اذا هو مسموح له بالصيام، ف بنبدأ إنه كالتالي: وجبة الإفطار نبدأها بكربوهيدرات، ويفضل إنها كربوهيدرات سريعة الامتصاص، لأن الشخص يكون صايم 15 ساعة ويكون قريب من الهبوط ويكون جدا تعبان، فنبديها بكربوهيدرات. مثل إيش؟ مثل التمر، مثل السنة النبوية، مثل ما أوصانا الرسول، اللي هو نبدأ بالتمر واللبن والماء، فما فيها مشكلة إنه يبدأ بثلاث تمرات. فلازم هنا إحنا ننبه إنهم ثلاث تمرات. ليش نقول ثلاث تمرات؟ لأن هم مثل ما قال دكتور علي، أغلب أصلاً الناس في عمان اللي عندهم سكري هم النوع الثاني، ومتصاحب مع ويش؟ مع السمنة. فهو أصلاً إحنا لازم نخرج من رمضان عندنا هدفين، متحكمين بالسكر ونصومه بأمان، ويكون عندنا يمكن هدف ثاني اللي هو أننا نخرج أننا نازلين وزن على الأقل. فهو لذلك إحنا لازم نقول ثلاث تمرات، ثلاث تمرات، لأن كل تمرة فيها مال 5 جرام تقريباً. أنا هناك في بعض من الصور اللي هم ثلاث تمرات تقريبا فيهم 3 مكعبات سكر ل 15، اللي هو يساوي 15 جرام كربوهيدرات. فهذا كافي انه هو يرفع له معدل السكر بطريقه زينه حتى لو كان هبوط. طبعا هذه وجبه الافطار الصحيه، ثلاث تمرات مثل ما تشوفها في الصوره، الكوب اللبن طبعا اي ماركه، احنا حاطين امازون عشان الترويج، واللي هو ممكن تكون نص كوب من سلطه الفواكه، وحبة إذا من المقليات أو المعجنات رمضان. طبعا إحنا ما نقدر نقول إنها هي يعني بالغصب إنها ممنوع عليكم، فممكن إن الشخص لأنه هو نظام مريض السكري هو النظام الصحي، مش هم ما معاقبين إنهم يأخذ هذا الأكل، بالعكس هذا الشيء يعني ممتاز، بالعكس هذا النظام السكري هو النظام الصحي المفروض الجميع يمشي عليه. فهذا المتوازن، فثلاث تمرات فيهم 15 جرام، نص كوب الفاكهة فيهم 15 جرام، اللبن فيه مع تقريبا 12 جرام، والسمبوسة الحبة فيها 5، فبالتالي هو أكل تقريبا مع 40 45 جرام، وهذا ممتاز. يأخذ إبرة الأنسولين أو يأخذ الأدوية اللي المفروض أنه يأخذها على الإفطار، ويتناول هذه الوجبة يعني، وتكون ممتازة وكافية جدا إنه يبدأها. نقدر ننتقل من بعد وجبة الفطور، من بعد وجبة الفطور ممكن إنه هو الحين يصلي المغرب، يريح. التعليمات المهمة جدا، التعليمات المهمة جدا اللي مفروض يتبعها الحين في هذه الفترة اللي هو بين الإفطار وبعد الوجبة الثانية. طبعا الوجبة الثانية لازم يمر عليها، إذا الشخص على إنسولين ممكن لازم يمر عليها الوجبة الثانية الرئيسية 4 ساعات، لأنه هو يكون ضارب مثلا إنسولين تو على وجبة الإفطار، الوجبة الثانية لازم يمر عليها 4 ساعات. فنقول انه هو يعني فاطر على 6:30 او انه اذان المغرب يعني على 7، فعشاء الوجبه الثانيه اللي هي الوجبه الحقيقيه اللي هي يسميها الناس العشاء او يسموها السحور، يعني هو يختلف يعني من شخص لشخص، بعضهم ياخذوها العشاء وياخذوها 11، وهي تكون وجبه ثقيله فتحتاج انسولين. بس كشخص عنده سكري احنا ننصح بتاخيرها لقبل الاذان مباشره، يعني هو مش مثل الناس العاديين، يعني يفضل انها وجبه السحور كالتالي: انها تكون مليانه بروتين وفيها سلطات وفيها دهون صحيه، دهون صحيه مثل الزيتون. طبعا احنا ننصح الزيتون اللي هو مش المملح، على اساس انه ما يشعرهم بالعطش، ويكون ما في اشياء مقليه نفس الشيء للسحور.
ليش احنا نفضل انه ياكل الشخص بروتين؟ يفضل اذا هو ياكل رز على السحور ماله او اي نوع من الكربوهيدرات، ما شرط الرز، يعني اذا هو خاطره في خبز نفس الشيء او اي نوع من النشويات على وجبه السحور، يفضل انه فيها نسبه الياف عاليه. يعني ممكن هو يطبخ الرز يدخل فيه شويه بقوليات، يعني داخله في الطبخه، او ان السلطه بنفسها داخل فيها رشه بقوليات. انا ليش اقول بقوليات؟ لان البقوليات هي بروتين وهي الياف نفس الشيء وهي كربوهيدرات. فبالتالي البروتين لازم نحفظ معلومه جدا مهمه، البروتين هو اللي يحافظ، والالياف اللي موجوده في السلطه هي اللي تحافظ على الشخص انه ما يجوع في نهار رمضان، هي اللي تمسك الشخص عن الجوع، وبعدين يعني هي اللي تساعد على الشبع وتحافظ على معدل الانسولين، انه يعني معدل السكر اقصد انه ما ينزل بسرعه. لكن لو كان الشخص متسحر فقط فاكهه، او على سبيل المثال انه سحوره بس كان رز بس واحده مثلا، او انه خبز مع معجنات اي شيء كذا بسيط، ما مدخل فيه بروتين، ما مدخل فيه الياف، فهذا معرض انه يصاب يعني بالجوع في نهار رمضان، ويمكن ينزل عنده السكر خاصه اذا كان على انسولين. فاحنا ننصح هذه الطريقه تكون وجبه السحور فيها شويه بقوليات، فيها سلطه، فيها بروتين، فيها دهون صحيه. دهون صحيه ما بس ممكن يكون زيتون اسود او كذا، او زيتون غير مملح، ممكن يحط رشه زيت زيتون على السلطه، هذه تساعد انه ما ينزل عنده السكر اليوم الثاني، لان الدهون معدل هضمها تبقى لين 9 ساعات، والبروتين لين 6 ساعات. الكربوهيدرات مثل الخبز والرز وغيرهم والمعجنات بس تبقى يعني معانا في الهضم 2 لـ 4 ساعات. فاحنا عشان كذا ننصح دائما انه الشخص اللي عنده سكري، او انه حتى لو انسان عادي ما عنده سكري، يعني انه ننصح انه يدخل دهون صحيه على وجبه السحور، على اساس انه يمسكه عن الجوع في نهار رمضان، مثل زيت زيتون، مثل ممكن يقطع له فاكهه الافوكادو في السلطه، ممكن يحط له زيتون اسود، هذه الاشياء، ممكن جبنه بيضه غير مملحه، يعني يدخلها بطريقه ما في اكله، يعني كوجبه السحور. هذه وجبه السحور. من النصائح الثانيه المهمه اللي المفروض ان الشخص يتبعها بين هذه الوجبتين، انه يحافظ انه يروي نفسه بقدر الامكان، الارتواء ثم الارتواء، الماء ثم الماء، يعني واجد نركز على هذه النقطه. طبعا اللي هو طبعا مثل ما قال دكتور علي، انه الجفاف يعرضهم للخطر، خاصة الناس اللي عندهم مشاكل كلى ومشاكل ضغط، هذول انهم يعني يخرج من عندهم السوائل بطريقة اكثر عن الناس العاديين. حتى الشخص اذا هو عنده ارتفاع في السكر معرض للجفاف اكثر، فهو ايش بالك هو صايم 15 ساعة، فهو محتاج انه يروي نفسه كثير. ونركز على الماء، لان الماء هو اكثر شيء يروي الشخص، يعطي يعني مش التانك والعصائر والفيمتا وذي الأشياء، وممكن الشوربات إذا الشوربات غير مملحة ومليانة خضروات. طبعاً هناك في صورة أنا حطيت بعد إنه في مجموعة شوربات، هذه الشوربة ممكن الشخص يتناولها من بعد ما يفطر، من صلى المغرب مثلاً وريح وارتفع سكري زين، ممكن يأخذ شوربة خفيفة. كثير عادات عمانية حلوة، إن في ناس يشربوا لهم شوربة من بعد ما يصلوا المغرب كذا يريحوا، يكون ضرب له الانسولين او فضل الحبوب ماله، يريح هذه الفتره اللي هي قبل التراويح، يشرب له مله شوربه حلوه، يعني مثل شوربه مليانه خضروات، ما بس شوربه حب. طبعا العمانيين عادتنا احنا نسوي شوربه الحب، طيب هي صحيح شهيه لذيذه، بس نحاول ان احنا نعدل شويه فيها. الحين في ناس كثير يعني يعدلوا فيها شوربه الحب، يضيفوا لها خضروات، فانت كل ما دخلنا لها خضروات وقطع بروتين اكثر، مثل نحط لها دقائق اكثر او لحمه ناشفه بدون دهن اكثر، بيكون افضل. هذا يعني يعني يخلي معدل السكر ماله منضبط اكثر، ويساعد انه على نفس معدل الشبع والفيتامينات والمعادن وكذا. يعني ممكن تكون شوربه عدس بعد، لان العدس طبعا من البروتين ومن في نسبه الياف عاليه. فهذه بعض صور الشوربات، شوربه مشروم، خضروات، عدس. فاحنا ننصح ان الشخص من بعد ما خضلوا يعني وجبة سحور حلوة، يعني وجبة أفطار جميلة مثلا اللي هي قلنا فيها التمر وكذا، يشرب لهم ملة الشوربة. وفي ناس يوم ثاني يسوي الشوربة واليوم الثاني يعملوهم سلطة بعد. وفي عادات عمانية حلوة شفت في بعض المناطق المحافظات في عمان، إنهم معتمدين سلطة السمك من بعد الفطور. يعني في كثير مرضى يعني يقولي إنهم هذه من عاداتهم إنهم يعملوا سلطة سمك، فهذا شيء حلو يعني وطيب. وفي بعضهم سلطات ثانية يعني يأكلوا، بس هذا شيء طيب إنهم هم هذيك الفترة من السحور لين تجي وقت من الفطور لين يجي السحور، هم بس يأكلوا لهم هذه الأشياء، ملة شوربة، أو إنهم يأخذوا لهم اللي هي سلطة،
ممكن يدخلوا أكلات رمضانية، طبعا هي ما محرمة عليهم، ممكن يأكلوا، بس طبعا هناك بعض الصور أنا حاطة اللي هي تقريبا كم مكعبات سكر في كل أكلة في رمضان. مثلا سبيل المثال قلنا إذا هو بغى يأكل 3 سمبوسات في هذا الوجبة كوجبة خفيفة، مثلا يراعي إنه هو ما يتعدى 3، يعني إذا مثلا إذا لقيمات ما يتعدى 2 حبتين. ليش؟ لأن اللقيمات أصلا مليانة دهن ومليانة، أو هذه مثلا الفلافل أو البكورة بعضهم يسموها، تقريبا هن 5 إلى 6 حبات من البكورة فيها مال، والفلافل اسمها فيها 15 جرام من الكربوهيدرات، فهذه تكفيه، يعني تكفيه كوجبة خفيفة، أو إنه ياخذها مع إبرة الأنسولين اللي هي على الإفطار. إذا ياخذ مثلا هذه الفطاير، أي نوع من الفطاير، فطاير دجاج، سبانخ، أيا كان، تقريبا فطيرتين اللي هي حجمها مثل راحة اليد الصغيرة، يعني تقريبا هن 2 صغيرات فيهم 15 جرام من الكربوهيدرات. وهذه مثلا الكاتشوري، 3 حبات من الكاتشوري متوسطة الحجم، طبعا فيها 15 جرام من الكربوهيدرات. فهو يحاول انه ما ياخذ كلهم من الانواع، ياخذ له صنف واحد، واذا خاطره بصنفين، ممكن حبة كاتشوري وحبة بكورة. مثلا البسكوت الماري هذا يدخل في معظم وصفات واكلات رمضانية، عشان كذا انا جبت هذه الصورة. طبعا لازم ننتبه، لازم ننتبه، لأنه إذا إحنا عملنا أكلة رمضانية وفيها بسكوت ماري داخل أو أي نوع من البسكوت، نتحذر. يعني أنت كمريض سكري، يعني ما نبغى إنك تاكل على راحتك وتخبص، لأنه بعدين إنه يمكن يستمر السكر عالي طول هذيك الفترة وأنت فاطر، ويستمر معاك الارتفاع وحتى في نهار رمضان. يعني ممكن أنت صايم في نهار رمضان وسكريك يوصل 20، 15، و16، وبعدك أنت ما راضي تفطر، فهذا شكل خطورة. طبعا إذا جينا على الحريص، نص كوب من الحريص، طبعا لما نقول كوب نقصد به 250 ملي، اللي هو كوب الماء اللي نشرب فيه، نص كوب فيه 15 جرام، فهذا نص كوب اللي هو تقريبا حجم مغراف، مغراف اللي احنا نغرفه العمانيين في البيت، تقريبا هو اللي فيه 15 جرام، فهذا كفاية، يعني كفاية، يعني ما الشخص ما يتجاوز المفروض. فإذا أخذ أكثر ممكن يعرض نفسه للارتفاع. في ناس ياخذوه كوجبة رئيسية الهريس، مش بين الوجبات، فإذا ياخذه كوجبة رئيسية ممكن ياكل له كوب كامل ويتسحر فيه. بعد هو حلو، في نسبة ألياف حلوة، وإذا هو طابخين الهريس مع قطع كمية دقاق حلوة كبيرة يعني، فهذا يساعده يعني إنه ما يقعد نهار رمضان إذا تسحر فيه. بس لازم نراعي إنه قليل الملح، دائما نراعي نقطة الملح. هذه تقريبا بعض الأكلات. هاي السمبوسة قلناها إنه 3 حبات فيهم 15، يعني كل حبة سمبوسة فيها 5 جرام، والفاكهة أو الفاكهة فيها 15 جرام. فإحنا لما نقول فواكه، هاي اللقيمات، طبعا هذه سيدة القائمة العمانية، هذه اللقيمات كل حبتين تقريبا متوسطة الحجم، أنا ما أعرف أقدر، في بيوت سعيرها كبيرة في بعضها صغيرة، فهي بالتقدير يعني هي متوسطة الحجم، ممكن تكون حبتين مع الشيرة مالها فيها 15، هي كفاية للشخص. لو الشخص يعني فتح على شهيته وجلس ياكل على كيفه، كما قلنا ممكن يعرضه لارتفاع دائم، وبيجلس مصدع في نهار رمضان، ويمكن انه يعرضه لحموضة الكيتون اشياء ثانية. فهو الواحد يعني لازم انه يلتزم بهذه التعليمات بقدر الامكان. انزين، هذه تقريبا هي معظم الاشياء. انا تكلمت عن الماي والجفاف. بعد ممكن اني اتكلم الحين عن مشكلة اللي هي ممكن اللي أنا أشوفها من واقع عملي، اللي هو في ناس يعانوا في رمضان من مشكلة الإمساك، لأنهم هم ما يأخذوا كمية كفاية من الألياف وهم فاطرين. فهي الألياف موجودة وين؟ في السلطات بشكل عام، في البقوليات، في المكسرات. فهو لو إنه يركز نفس الشيء، إنه يأخذ له كفايته من السوائل هذه الفترة، من وجبة فطوره لوجبة سحوره، يأخذ له 2 لتر ماء كفاية، يحاول هذا اللترين يشربهم بطريقة مقسمة عشان يستفيد منهم. يعني ما نشرب كل الماي دفعة واحدة، هذا لما نشربهم دفعة واحدة كله، يعني نركز بس نقوم قبل أذان الفجر ب5 دقائق ونشرب لنا لتر، هذا طريقة ما صحية، لأنه ما جسمه ما بيحافظ على هذاك الماي أصلا، لأنه هو شربه في نفس الوقت. فممكن العكس بيسوي له، اللي هو اضطراب في النوم، هو بغى ينام يعني يكمل نوم. فننصح اللي هو الماي لترين تقريبا، لترين 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 ونص، نحاول اقل شيء لترين، اللي هم بين السطور وبين السحور يكون كمل لترين ماله، ويكون خذ له الياف وكذا، فان شاء الله مشكله الامساك ما بتصير الشخص اللي يلتزم بهذه الاشياء.
ممكن بعد أركز على نقطة، خاصة إن إحنا في فصل الصيف وفصل الحار، فإحنا ما نبدأ الإفطار، هذه التعليمات عامة السكري وغير السكري، اللي هو ما نبدأ بإفطار شيء بارد كثير، يعني ما بكوب ماي مليان ثلج، لأنه يعني الدراسات والعلم وش قال، إن الماي البارد كثير يعني يعسر ممكن الهضم، فإحنا نحاول إنه مش بارد واجد واجد، يعني معتدل البرودة، ويبدأ إفطاره بطريقة يعني متوازنة مثل ما شرحناها قبل. تقريبا انا غطيت معظم التعليمات الهامه اللي هم ممكن تفيد الشخص اللي عنده سكري، فالحين ممكن يعني نجاوب اذا في استفسارات، او شخص يريد يعني عنده استفسار يخص وجبه معينه او الوجبه الخفيفه وش ممكن ياكل. شكرا، احسنت، شكرا جزيلا، ما قصرتي حديقي، ايضا يعني غطيتي جميع الجوانب، وايضا انت طبعا ذكرتي نقطه مهمه، ان ايش الاشياء اللي مفروض واحد ياكلها، بس ايضا اذا ممكن نشير الى بعض الاشياء اللي يعني للاسف منتشره في رمضان والمفروض ما ياكلها لا مريض السكري ولا غيره. اضرب لك على سبيل المثال، انا اعرف اللي يحب القيمات يعني يزعلوا مني، لكن انا دائما اقول حل مرضى الله يسامح اللي اخترع وجبة القيمات، لأنه هو جمع لنا ثلاثة أشياء، جمع لنا ثلاثة أشياء احنا ننصح الناس إن ما يستخدموها، اللي هي الزيت والسكر والطحين الأبيض. هذه الوجبة جمعت هذه الثلاثة وحطها في مكان واحد. وأيضا عندك الآن على سبيل المثال السمبوسة، فممكن بس تسلط الضوء على إيش هنا الأشياء اللي المفروض إنه سواء مريض السكري أو غيره المفروض ما يستخدمها يعني قدر المستطاع. هو بالنسبة للسمبوسة شوية مسكينة أقل ضررا عن هذه، لأنها السمبوسة الحين الناس يعني الحمد لله اخترعوا القلاية الهوائية اللي هي قليلة الدهن، بالضبط، طبعا هو صحيح الشخص مطحنها بزيت مخلينها مشوية هي تتحول للسكر، مع أنها ما تتحول، صحيح طبعا الزيت له أضراره الثانية، فأنت لما هم الحين يقليوها يشويوها أو يعني يقلوها بطريقة يعني اللي قليلة الزيت أو برشة زيت الزيتون، تحميصة بسيطة، تحميرة بسيطة كذا على مقلاية أو إنك القلاية الهوائية، هذه بتكون أصح، وثلاث حبات كفاية وأكثر من كفاية، كل حبة فيها 5 جرام. لو جينا على القيمات، أنا يعني إحنا في نظامنا الغذائي يعني كتغذية علاجية صحيحة، ما في شيء اسمه ستوب، يعني ما في شيء اسمه ممنوع، كلمة ممنوع يعني ما موجودة في قائمتنا، إلا في أمراض ثانية اللي هي مش مرض السكري، في امراض ثانيه اللي هي جلوتين فري، اشياء هذا نقول ممنوع كذا ممنوع كذا، هذا السكري ما نقدر نقول ممنوع، يعني هو شخص يشتهي يوازن، لكن لازم يحط له اهداف، هو عنده هدف، هو لازم يحقق 50 جرام على الفطوره او 45، لازم ما يتجاوزها، ويمكن هو احنا قلنا معظمنا احنا السكر النوع الثاني فعندهم سمنه، فهو هدفه يخرج من رمضان ويش نازل بعد، فهي للنساء اللي تريد تنزل وزنها لازم تنضبط بناء على اللي هي التعليمات الجايد لاين هذه الاخيره مع 2021، يعني قالوا فيها انه النساء تاخذ 1200 سعره حراريه اذا تريد تنزل وزنها، والرجال اذا يريد ينزل وزنه في رمضان ياخذ 1008. هو لو اخذ له هذاك صحن للقيمات كامل اللي تو طلعناه في الصوره، هذاك تقريبا ترى يوصل يعني يوصل 800 يوصل فوق، يعني كانه قريب ياخذ حاجته صحيح كاملة. صحيح ونفس الشيء للتمر، حتى هو لو شاف نفسه هذا الشخص انه هو عنده سكري ولا ما عنده، يعني وياكل تمر، خاصة الحين العمانيين عندهم التمر المعجون هذا، فياخذوه مكور وبسلاسة وبسرعة، فانت الكورة الواحدة صحيح اصلا عن 3 تمرات هي يمكن تكون على حسب حجمها بعد، فهو ياكل بالضبط تمر بالضبط يمكن يوصل 15 تمرة، انت تقول 3 تمرات فيهن مال 60 سعرة، إذا أخذ هو 10 تمرات يعني يوصل فوق ال 200 300 سعرة، فهو ما أخذ كأنه نص احتياجه اليومي أو ثلث احتياجه بس من التمر بعد ما أجي على الأكلات الثانية، فلازم ننتبه صحيح فعلا لهذا التعليم. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، شكرا جزيلا على هذه التغطية. دكتور علي، بس ارجع لك سؤال مهم جدا، لان كثير من المرضى عندهم اجهزة قياس السكر في البيت ويريدوا يصوموا ويقيس السكر، بس اذا قاس السكر طلعت قراءة معينة متى يجب عليه انه يفطر، سواء ارتفاع او انخفاض؟ شكرا دكتور أحمد، ذكرت هذا في المحاضرة، أو بداية هل المريض عنده أعراض انخفاض أو ارتفاع؟ الأعراض الانخفاض معروفة، يعني يشعر برعشة، دوار، شعور بالدوار، صداع، رجفة في اليدين، تعرق،
كل هذه أعراض تدل على الهبوط. طبعا مستوى الدفاع في الجسم في مسألة التصدي لهبوط السكر تختلف من إنسان إلى إنسان، وتختلف من مريض إلى مريض. مريض قد يعني إذا وصل مثلا بعض المرضى اللي عندهم سكر مرتفع بشكل مزمن، إذا انخفض حتى إلى 6 أو 5 يشعر بهذه الأعراض. أما المرضى اللي عندهم عندهم السكر فترة طويلة جدا وعندهم سكر غير منتظم، يمكن يوصل إلى 2 أو 1.5 وهو ما يشعر بالأعراض. أول خطوة الشعور بالأعراض. الارتفاع معروف، الشعور بالعطش، الشعور بالجفاف، كثرة التبول، التعب، الخمول، الصداع، كل هذه أعراض ارتفاع السكر. طبعا حسب ما ذكر انه 3.9 واقل يعتبر هذا المعدل اللي ينبغي على الصائم، وخاصه النوع الاول بالافطار، وخاصه في بدايه الصباح. يعني المريض اذا اصبح سكره اقل عن 4 شويه يمثل له خطوره، فهنا المريض عنده اذا 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 في اعراض يفطر. إذا ما في أعراض وبإمكانه أنه يتابع السكر ما مشكلة، يتابعه بعد 30 دقيقة، بعد ساعة. إذا استمر في الانخفاض لابد عليه من الإفطار. إذا كان ارتفاع السكر، طبعا النوع الثاني بعض المرضى متعودين حتى على 20 22، غالبا ما يمثل لهم خطورة. لكن النوع الأول ارتفاع السكر قد يمثلهم خطورة، وهو الإصابة بنوبة الحماض الكيتون السكري. ولذلك يعني أشارت الدراسات زيادة هذه النوبات في شهر رمضان، زيادة هذه النوبات في شهر رمضان، وخاصة للمرضى اللي ما يتبعون. شعر كان المطلوب الافطار اذا كان فوق 16.6، فما اكثر يعتبر انه نقطه خلاص انه عليه الافطار مع وجود الاعراض حتى اقل. وايضا الانخفاض اذا كان معدل 3.9 واقل او وجود الاعراض. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. إذا نقطة مهمة جدا مراقبة الأعراض، وأن الواحد بعض الدكتور يعني مثلا يكون الشخص يطلع عنده مثلا 3.5 أو 3.8 ويكون قرب الفطور ويمكن عنده أعراض خفيفة، يقول لك باقي ساعة وأنا واصل، ليش خطورة هذا؟ هنا يعتمد من مريض إلى مريض. بعض المرضى يستطيعون يعني إذا باقي نصف ساعة إلى ساعة ويستطيع أنه يواصل وبيتابع السكر وبيتابع نفسه حد قريب منه ما في إشكالية، ولكن الناس الصغار في السن وخاصة الأطفال أنا ما أنصحهم بالاستمرار عليهم الإفطار. لكن الكبار في السن ويكون حد قريب منك لا قدر الله صارت غيبوبة سكري، يكون قريب منك يعني إذا بيجازف ولو أنه ما مطلوب منه. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي آية أخرى ولا صحيح. تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالأفضل إنه المريض ما يعرض نفسه للخطر، لأن فيها مجازفة. وكثير من المرضى إنه ما يعني يقول بصبر كذا، وكم مريض عندي صارت عندهم شبه غيبوبة واضطروا للإفطار قبل أذان المغرب. صحيح، جزاك الله خير. إذا أيضا عندنا هنا احنا جهزنا بعض الأسئلة مشان نشرك الجمهور، وفي هدايا بسيطة رمزية بس فقط مشان يكونوا مصحصحين معانا. فالآن الأخ سعود يعرضنا السؤال الأول اللي هو المجموعة الغذائية اللي ترفع السكر بطريقة أسرع أو بطريقة سريعة، بروتينات، كربوهيدرات، دهون. أعطيهم سعود تقريبا يمكن ما لنص دقيقة، وطبعا أتوقع الأستاذة خديجة ذكرت هذا الشيء، فأكيد الإجابة سهلة بإذن الله. نشوف إذا جاوب سعود تحطنا النتيجة. تعليقك يا أستاذ خديجة، هذه النتيجة ناجحين ولا ما ناجحين؟ ناجحين مرة، أشهر ممتاز. فإذا الكربوهيدرات، نعم، يمكن توضح شوية أنواع الكربوهيدرات بسيطة والمعقدة والفرق ما بينها يمكن شوية. الكربوهيدرات هي أنواع، طبعا هي بسيطة ومركبة أو معقدة نسميها. البسيطة مثل الأشياء اللي هي ترفع السكر بطريقة واجد سريعة،
اللي هي مثلا نقدر نقول العصاير، العصاير، العسل، القام، بالأشياء. الفواكه نوعا ما اللي هي لأنها ما أنها ترفع السكر بطريقة سريعة. التمر يعني ما يعتبروه سكر بسيط، بس في ناس ينفعهم لحالة الهبوط، فهو يعني في ألياف لأنه، بس في ناس ينفعهم لما يأكل التمر بسرعة يرتفع عندهم السكر، فهي تختلف من شخص لشخص. فهي والكربوهيدرات معقدة مثل الرز، العيش، العيش يعتبر مش نعم كربوهيدرات بسيطة، يعتبر معقد، والمعكرونة، الشوفان، الألبان، الحليب، كل هذه فيها كربوهيدرات. فهذه الكربوهيدرات نعتبرها هي مركبة مش بسيطة. البسيطة قلنا في نعم العسل، في القمح، في السكر، في العصير نفسه. فإحنا ممتاز كنصيحة ممتاز. عامة للناس اللي عندهم سكري يركزوا كثير كثير على الكربوهيدرات المعقدة، يعني اللي هي بس نفس الشيء بحد معين. يعني ما أقول كربوهيدرات معقدة ونسكت، يعني لأنه العيش نفس الشيء كربوهيدرات معقدة، لكن لازم إنه نوازن فيه. الكربوهيدرات البسيطة مثلا ننصح فيه إذا مريض السكر، يعني يصير عنده حالة انخفاض سكر، يعني مثلا هو صار له هبوط سواء في نهار رمضان وصل 3 وتحت وبغى يفطر، أو إنه يعني غير ما إنه صايم يعني في الأيام العادية يفطر، لازم إنه النصيحة اللي هي بسكر بسيط، مثلا يجيب له ملعقة كبيرة، ملعقة طعام من العسل، وياخذها بسرعة، وإنه يجيب له نص كوب عصير. طبعا ما يفرط في علاج الهبوط ماله، لأنه في ناس لأنهم لما يصير لهم الهبوط يصير لهم مثلا إنهم يبغوا ياكلوا أي شيء قدامهم، فيكثروا من نسبة العصير فيشربوا لهم كوب كبير، فبعدين بيعاني من بعدها نفس الشيء، ليه؟ ارتفاع عالي وما بينزل بسرعة السكر. وينصح في حالة ممتاز الهبوط، لأنه شفت من أحسنتي. بعض الأسئلة في سؤال سألوا عنه وش ناكل بعد الهبوط. بعد الهبوط، الهبوط قلنا نتعامل معها بسكر بسيط، لو 15 جرام كربوهيدرات، ملعقة عسل، ملعقة قام، أو نص كوب عصير، ومن بعدها ننتظر أنه هو ارتفع ووصل طبيعي، أو أن الشخص حس أن هذه الأعراض راحت عنه. مع الهبوط عاد ياخذ بذاك الوقت لازم كربوهيدرات معقدة. ليش؟ عشان انه ما يصير له مرة ثانية ريكيرنت هايبو، يعني يصير له هبوط مرة ثانية بينزل بعد نص ساعة وبعد 15 دقيقة، فهو نزل توه يعالج هذاك الهبوط، وبعده ياكل لازم كربوهيدرات معقدة. مثل ايش؟ مثل فاكهة في مع اليافة، تفاحة مثلا مع قشرتها، ممكن ياكلها في سندويشة، يعني خبزة توستة مثلا، يدهنها لبنة أو جبنة بيضة صفية، أو إنه يعني كذا وياخذها، وزبدة فول سوداني. ممتاز ممتاز ضروري يعني وجبة بعدها ضروري. صحيح شكرا أحسنتي. دكتور علي في سؤال هنا يريده أو يريد استيضاح بالنسبة لمرضى السكر الذين تعرضوا لإصابة بكورونا، ممكن بس توضح أكثر إيش تقصد؟ ما أقصد الإصابة القديمة، وإنما الإصابة الجديدة. إذا مريض أصيب بكورونا خلال شهر رمضان، يعني مثلا يوم 5 مثلا من رمضان ظهرت عليه أعراض كورونا وهو مريض سكري، هؤلاء المرضى ننصحهم بعدم الصيام، لأنه غالبا وغالب المرضى أنه قد يكون سكر منتظم زين، ولكن يرتفع السكر أثناء الإصابة. المرض نفسه يرفع السكر. فننصح المرضى اللي يصابون خلال شهر رمضان، ونسأل الله أن يحفظ الجميع، وخاصة مرضى السكر الغير منتظم، سكر النوع الأول، ننصحهم جميعا بأخذ اللقاح بأسرع وقت. ننصحهم بالذهاب إلى المراكز الصحية وأخذ اللقاح وعدم التأخير إنزين، وإذا أيضا وأخذ جميع الاحترازات الوقائية حتى لا يصابون بمرض السكر، لأنه المريض السكري متى ما أصيب بكورونا تكون عوامل الخطورة كبيرة جدا مقارنة بالناس الغير مصابين بالسكر. إذا أصيب خلال شهر رمضان ننصحه بعدم الصيام حتى يتماثل للشفاء. أحسن دكتور ما قصرت. سؤال آخر هنا يعني شوي زعلني ويمكن يزعلك. طفل عمرها 8 سنوات وعنده سكر من النوع الأول وتريد تصوم، إيش نصيحتك؟ ما في إشكالية غالبا. أنا طبعا أشوف المرضى فوق ال 13 سنة، وغالبا إذا أنا أحترم رغبة الطفل بالصيام، ولكن يحتاج متابعة. طبعا هنا نرجع إلى الورقة اللي عرضتها أثناء العرض،
إنزين نشوف معدل خطورة الصيام. غالبا مريض السكري من النوع الأول غالبا يكون معدل الخطورة متوسطة إلى مرتفعة. إذا كانت متوسطة يعني المريض التراكم مالها منضبط تحت 7، تقيس السكر بشكل مستمر وخاصة إذا كان عندهم الأجهزة الحديثة اللايبري اللي يخلوا سنسر وبإمكانهم يقيسوا بعدد لا محدود، مثلا ما أصيبت بنوبات الحماض الكيتوني في آخر 6 أشهر أو خلال سنة، ما في هبوطات للسكر وفي متابعة دقيقة جدا، وهؤلاء المرضى بإمكان أن هذه الطفلة تجرب الصيام ما في إشكالية، ولكن متى ما صار عندها هبوط أو ارتفاع أو أعراض الأفضل بعدم الصيام، لأنه في النهاية أنا لابد نعطي المريض خطة بديلة، لأن أنا إذا قلت له أنت صوم وهو صام وأنا ما أعطيته خطة بديلة بيتعرض للخطر. ولكن أنا أقول له ما تصوم بيقول لي بصوم، أقول له ما تصوم يقول لي بصوم، أوكي في حالة أنك صمت هذه الخطة البديلة 1 2 3 4 ضبط له جرعات الأنسولين قبل مثلا كم يأخذ قبل الفطور وقبل السحور، أيضا يعني موضوع الغذاء وموضوع الوجبات يأخذ كمية مناسبة من الماء أثناء الليل، كل هذه الأشياء نوضحها له بالتفصيل ونأخذ أجر. طبعا إذا المريض استطاع الصيام شهر رمضان المبارك بدون مشاكل يعني لنا أجر على ذلك، لنا أجر على ذلك. ولكن إذا المريض تعرض للخطر أيضا قد نأثم، فلذلك لابد من توضيح الصورة كاملة له ولأهله. اتفقنا على صحيح، وهو يعني 8 سنوات أصلاً هي بعدها ما مكلفة، وأيضاً مثل ما تفضلت أن هناك خطورة أن يحتاج متابعة دقيقة، لأن مرت علينا قصة يمكن قبل 2 أو 3 نفس الشيء طفل بهذه الظروف، وكان الأهل يفكروا أنه نايم، وللأسف بعدين لما راح يعني وجدوا متوفي، والظاهر أنه حصل عنده انخفاض وهو نايم ويعني للأسف توفى. فيعني أنا ما أعرف بالنسبة للأطفال يعني هم أصلا ما مكلفين حتى ولو ما عندهم السكر، فما بالك. فأتفق صحيح معك أن نحاول قدر المستطاع أن نقنع هذا الأطفال وأهلهم أن ما يعرضوهم للخطر، ولكن عاد في حالة الإصرار عاد هذا الشيء راجع إليهم يعني. خليه يكبر شوي على الأقل يصل لسن البلوغ، ثم بعد ذلك صحيح يعني إذا أصر على الصيام نعطيه الخطة البديلة، ويعني وإذا بيصوم بعد ما يصوم أكثر عن يوم يومين 3 أيام يعني عن خاطره، لكن ما يكمل ما يواصل. صحيح صحيح. أيضا في سؤال دكتور، إذا كان الشخص يعني يأخذ جلارجين الأنسولين جلارجين والوجبة الثقيلة ماله وقتها 10:30، فمتى يأخذ الحقنة؟ عند الإفطار ولا قبل العشاء؟ لا 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 الجلارجين أو اللانتوس هذا ما له علاقة بالوجبات، ما هذه ما لها علاقة بالوجبات. إحنا ليش ننصح المريض يأخذ أول المغرب؟ عشان بس يكون تشتغل 24 ساعة، وغالبا تضبط السكر الصائم أثناء الصيام وليس أثناء الأكل، وامتصاص أصلا معدل يعني معدل متساوي خلال 24 ساعة، فلذلك هذه إبرة ما متخصصة وما لها علاقة بضبط السكر أثناء الأكل، هي تعمل على ضبط السكر الصائم، فلذلك احنا ننصح المريض أخذها في وقت مبكر أثناء المغرب أو بين المغرب والعشاء عشان يقلل نسبة الهبوط يعني في آخر ساعات الصيام. ممتاز. أستاذة خديجة في سؤال هنا، هل ممكن أن نستبدل السكر العادي بالسكر الصحي؟ في حاجة اسمها السكر الصحي؟ في حاجة اسمها السكر الصحي؟ ما قصدهم ما أعرف، بس شكله في لبس السؤال، هو مش سكر صحي، يمكن قصدهم في السكر الأسمر. السكر الأسمر طبعا هو نفس ترى السكر الأبيض بالضبط، هو نفسه يرفع السكر بنفس المستوى، بس الفرق بين الأبيض والأسمر إنه الأسمر الأبيض هو تعرض في المصانع للتكرار يعني، فصار له تكرار فصار لونه أبيض يعني، فهو البني أو الأسمر
في فيتامينات ومعادن أكثر، بس كسكري وكمرض السكر هو يرفع بنفس الطريقة. وإذا كانوا يقصدوا السكريات المحلاة أو الاصطناعية اللي هي مثل ستيفيا وأسبارتام وغيرها، هذه يعني يعني منظمة الصحة والدواء العالمي يعني أثبتت اللي هي أمان لأمان، هم يستخدموها بس بحد معين وبس مش للصغار، يعني هذا الشخص البالغ اللي هو فوق 18 سنة وممكن هم يتناولوها السكريات الاصطناعية المحلاة، وطبعا بكمية بسيطة يعني مش يتجاوز الحد. إذا هم ما قادرين يعني يضبطوا السكر العادي ويأكلوه باتزان أو هم يقطعوا السكر الأبيض المضاف، فهم ممكن يستبدلوه باللي هو الاصطناعي المحلى الاصطناعي، ممكن للبالغين فقط. ممتاز. في حد يريد يسأل صوت؟ أتوقع الأخ سعود، ما أعرف ما رافعين إيديهم هلما بالخطأ ولا فعلا يريد يسأل صوت، إذا ممكن تفتح لهم. أخت فاطمة مزروعية. أيوه. الأخ محمد عبد السلام. تفتح الميكروفون. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للدكتور علي وتحياتي للأخت خديجة. كل عام وأنتم بخير دكتور أحمد. سؤالي بالنسبة للدكتور علي. دكتور علي ذكر في الوقت في المحاضرة إن السكريات، إن مريض السكر معرض لحالات أو نوبات ارتفاع الكيتونات في الدم. طبعا دي حالة كتير بتحصل مع أو قليل يعني يقل أو يزيد حصولها مع بعض مرضى السكر، ارتفاع السكر وارتفاع الكيتونات. طيب مع الدعوات الحديثة في الفترة الأخيرة لاستخدام نظام التغذية بالكيتو لمرضى السكر، نصايح دكتور علي للناس في نظام الكيتو أو نمط الكيتو لمرضى السكر، هل إنه هو مفيد أو مضر؟ إحنا طبعا نعرف حالة الكيتو أو الكيتوزيس بتاعة مريض السكر إنها ليها مضار ومشاكل كتيرة جدا على الكلى وعلى أجهزة الجسم. نفس الوضع بالنسبة للكيتوزية اللي هي بتحصل نتيجة استخدام الكيتو، فده طبعا ليه أضرار كبيرة على صحة الجسم بشكل عام، لكن في دعوات كتيرة وللأسف من بعض الأطباء بتوجه مرضى السكر إن هم يستخدموا الكيتو كنمط حياة كأسلوب غذاء. فتعليق دكتور علي. شكرا. شكرا أخ محمد، شكرا على متابعتك. من وين تابعنا؟ من في السلطنة ولا من خارج السلطنة؟ من نزوة. من نزوة، أهلا وسهلا فيك، شرفنا، سعيدين بحضورك. ربنا يعزك يا رب. قد يكون الأستاذة خديجة تضيف أكثر في موضوع حمية الكيتو. حمية الكيتو هي يعني أنك تكون نسبة الكربوهيدرات في الأكل صفر، يعني المريض يعتمد على الدهون ويعتمد على البروتينات. أيضا الجسم يحتاج إلى الطاقة، وغالبا يحتاج الطاقة من الجليكوز، والجليكوز من الكربوهيدرات. فمعظم المرضى مع الكيتو يضطر الجسم لاستخدام وسائل بديلة للطاقة، وهي عن طريق تكسير الدهون الثلاثية، فيضطر الجسم إلى 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 إنتاج الطاقة، فينتج عن كل هذه العمليات الإيضية اللي تصير ارتفاع في الكيتونات. هل مريض السكري من النوع الأول يعني تفيده موضوع حمية الكيتو؟ غالبا حمية الكيتو تنفع مرضى السكري من النوع الثاني الذي يكون عندهم سمنة، يكون عندهم ارتفاع. فوجدوا بالدراسات بأن يعني انقاص الوزن، انقاص الوزن مثلا إلى نسبة 10 أو 15% من الوزن الكلي يعمل على ضبط السكر وحتى أوقات إلى ذهاب مرض السكري للنوع الثاني، وخاصة عندهم السمنة. أما النوع الأول فيه خطورة، طبعا فيه خطورة، وغالبا إذا ننصحهم ما ننصحهم بحمية الكيتو، ولكن ننصحهم
باخذ الحميه اللي تحتوي على كميه قليله جدا من الكربوهيدرات، لان المريض بيحتاج مثل ما ذكرت الاستاذه خديجه يحتاج ان يكون الوجبه ماله متوازنه بموضوع البروتينات والدهون والكربوهيدرات. طبعا في بعض المرضى وحتى هم اطباء ينصحون باستخدام الكيتو خاصه المرضى النوع الاول، ولكن هل جميع المرضى يستطيعون يعني اتباع التعليمات الدقيقه لمرضى السكر وخاصه النوع الاول؟ طبعا لا، ما كل المرضى يستطيعون، ولذلك مرضى النوع الاول غالبا ما ننصحهم، واذا انصحهم انا فقط لاثبات حاجه واحده، إذا المريض عنده مشكلة في الأكل، عنده مشكلة في الحمية وما مقتنع. إنزين أقول له جرب يوم أو يومين في موضوع بس إنه هل فعلاً إذا ترك الكربوهيدرات سكره ينزل أو لا، وهذا الذي يحدث إنه سكره ينزل، يعني إذا كان متعود 14-15 سكره خلال يوم تحصل له 4 و5 وبعضهم يعانون من الهبوط. أما مرضى السكر من النوع الأول غالباً ما ننصحهم إلا إذا كان يعني بيكون عنده دقة جدا في المتابعة وغيره، ولكن أيضا يحتاج يضبط جرعات الأنسولين، لأنه الأنسولين الذي يأخذه المريض يحتاج إلى كربوهيدرات معينة، إذا يأخذ زيرو أو صفر كربوهيدرات فما بيحتاج يأخذ الأنسولين، ولكن يحتاج أنسولين كلي وهو اللي يسمى الطويل العمل لأنه يضبط نسبة السكر أثناء الصيام، وهذا يحتاجه الجسم لكثير من العمليات الإيضية. الأستاذة خديجة بإمكانها تضيف في هذا الموضوع. كفيت ووفيت دكتور، كلامك ممتاز جدا، تقريبا أنت قلت كل شيء، هو نفس اللي إحنا نشتغل عليه إحنا في المركز الوطني، جالسين نتبعها حمية الكيتو لبعض المرضى من السكري، بس مثل ما قلت أنت السكر من النوع الثاني واللي يعاني من سمنة، وطبعا نكون حذر شديد يعني للناس اللي على أنسولين، وعندي بعض الحالات اللي هم كانوا سكر من النوع الثاني وعلى أنسولين، والحمد لله يعني عندي تقريبا حالتين 3 حالات تمكننا أن نوقف الأنسولين كامل ونزلوا تقريبا كل الوزن الزائد، لكن طبعا لازم هنا نحذر من هذه المنصة إنه لازم تحت إشراف طبي دقيق، ويعني وحريصين كثير إنه يرسلوا لنا قراءات السكر بالواتساب كل 3 أيام يرسلوا قراءات وعلى متابعة مستمرة، يعني يكاد إني أنا هذاك الشخص اللي أعطيها الكيد وهي على أنسولين أعطيها رقم تلفوني وترسل لي قراءات السكر، وإحنا نعدل على تواصل مع الطبيب المختص تبعها يعني، ونضبط قرعة أنسولين وننزلها بالتدريج قرعة أنسولين، ما من هي اليوم تبعت الكيتو نوقف منها الأنسولين، لا بدينا ننقص كذا شوي شوي وهي تنزل وزن وإحنا ننقص لين ما تمكننا يعني الحمد لله كذا حال يعني وقفنا، وعندنا حالات نزلوا حتى في الحبوب يعني الأدوية هذه نزلوها يعني للنص، فهي حمية ناجحة بس تحت إشراف طبي دقيق ومتابعة وفحوصات، مش عن طريق كوتش أو حساب أو إنستغرام أو إنهم يشوفوا وصفة أو نصيحة شخص ثاني، وما ممكن إنه شخص حتى لو يقول لك إن أنا جربت الكيتو ونفعني وضبط لي سكرية أنت تروح تتبعها مثله، يعني جسمك ما مثل الثاني، حتى لو توأمك وأخوك جسمك ما نفسه، فهو لازم إحنا يعني نحذر من هذه النقطة لأنها بدأت كثير تنتشر في المجتمع حمية الكيتو الحين تحت كوتش ومدرب وخضله بس كورس واحد في التغذية وسمى نفسه مدرب، فالشخص يتحذر يعني إذا بغي يتبعها ويريد يعني يقربها يجي يعني تحت إشراف طبي مختصين وكذا وفحوصات ونقيس له ويرسلنا قراءات سكري وممكن يتبعها كذا بأمان يعني، بس غير أنه ممتاز. شكرا جزيلا على هذا التوضيح. يمكن نشرك الحضور في سؤال آخر سعود على أساس يكونوا مصحصحين معانا، يعني نشوف السؤال الثاني. طبعا للأسف الوقت. عليكم السلام، حد أيوه من معانا تفضلي. معاكم منى الخصيبي، بس بغيت أعرف اللي هو كيفية يعني ضبط الأدوية، لأن الحين حاليا أنا دايابيتك وهايبرتنسيف، فأخذ إكسفورج حق الضغط
وحق ال حق ال شو اسمه ال ال سكر السكر سكر جاردينز 25 ميلي جرام. دكتور علي، بس الأدوية، الأدوية مرة ثانية، لأني الأدوية من وين تأخذيها؟ جاردينز 25 ميلي جرام. جوردن 25 ميلي جرام. أوكي، وحق الضغط إكسفورج 5 ميلي جرام. 5 ميلي جرام. أيوة، فبغيت أعرف كيف أقدر أضبط الأدوية خلال شهر رمضان، يعني أكلها يعني في وقت السحور ولا بعد المغرب، كيف يعني أقدر أخذ هذه دكتور علي كنت معانا وتسمع الأخت منى لما سألت السؤال؟ صار خلل فني فخرجت من البرنامج والآن عدت. الأخت تسأل إن عند السكر والضغط وتستخدم حال السكر، أنا ما أعرف هذا، ويمكن الاسم التجاري 25 ميلي جرام. مرة ثانية ذكري لي، يمكن دكتور علي أكثر خبرة يعرف إيش اسم الدواء مال السكر 25 ميلي جرام. جارديانز. جارديان. أيوة جارديانز، هو دكتور أم علي أم أميرل أميرل أمبوغلوفيسين. أملو جلوفيسين. أيوة إمبكلوفلسين توقع أيوة. اللي اسمه الإمب إمبكلوفلسين. أيوة. أوكي أوكي أيوة، تأخذ الجرعة نفسها، هذا ما يحتاج لها تغيير، بس تأخذها مع الفطور، مع أوكي. الإفطار أوكي. تأخذها مع الإفطار وتشربي كمية مناسبة من الماء، كمية أوكي. مناسبة من الماء، لأنه يسبب جفاف هو. طيب والدواء الثاني، الدواء الثاني مال الضغط قلتي؟ ايوه اكسبورج 5 ميلي جرام. انا ما اعرف على الاسماء التجاريه، لكن 5 ميلي جرام يا يكون الاملوديبين. الاملوديبين ايوه الاملوديبين ايوه الاملوديبين كانت تستخدمي اي وقت؟ متى غالبا تستخدم العلاج؟ كان تستخدمي يعني اي وقت يعني في هذه الأيام يعني بدون رمضان أكون أستخدم الأدويتين أول شيء صباح قبل الفطور. استخدمهم مع الفطور ما في إشكالية، مع بعد الفطور استخدمهم فما في إشكالية. طيب شكرا 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 نعم. جزيلا. إذا الأخ سعود يمكن نعطيهم سؤال من الأسئلة اللي جهزناها إحنا. شيء عندك هناك سؤال ثاني؟ أيوه تحتبي حبة واحدة من السمبوسة المقلية إذا اضطريت تأكلوها. ولو أن أتوقع قلتي لأخت خديجة عاد يعني إحنا خلاص قلنا لهم خلاص ما تقليوها يعني قليوها في الهواية ولا في الفرن وليس في الزيت. ما يقليوها في الزيت. نطلع النتيجة سعود، توقع بسيطة السؤال. الإجابة صحيحة. ممتازين 5 جرام. ممتاز ممتاز ممتاز. تعطينا سؤال آخر من الأسئلة غير التغذية عشان نشوف أيضا معلوماتهم في الجانب ذاك. في سؤال هناك سعود عندك، ممكن تعرض سؤال من الأسئلة الباقية؟ عرض الآن. ما طلع عندي أنا عجب، ما يمكن عندي مشكلة ولا شيء. ممتاز خلاص ما دام ظاهر ما في مشكلة. لأني ما شفته. أيوة والنتيجة متى يفطر السكر في نهار رمضان؟ دكتور علي تعليقك. 98% جابوا إجابة صحيحة يعني. متى ما شعر المرض بأعراض الجواب. متى ما شعر بالأعراض على طول يفطر. في سؤال جانا دكتور عن طريق الإجرام أيضا، فهل من الممكن أن يستعيد بالشعور والإحساس بالأعراض الهبوط؟ وجزاكم الله خيرا. نعم غالباً, غالبا غالبا إذا المريض عنده هبوطات مستمرة ومع الوقت أصبح ما يشعر بالهبوطات يحتاج نعدل الجرعات، فنعمل على
خفض جرعات الأنسولين حتى يعني نقلل من موضوع انه يتقطع شوية. دكتور علي، سمعوا دكتور علي عندي انا ولا انقطع صوته؟ انقطع الصوت، قطع الصوت، ما علي، يمكن نرجع له، يمكن شكله عنده هناك اشكالية في الانترنت. الاخت خديجة في سؤال اخر، ما هو الوقت الانسب لممارسة الرياضة لمرضى السكري؟ طبعا هذه نصيحة عامة، يعني ممكن انه هو لكل شخص يعتمد، بس بشكل عام احنا ما ننصحهم هم صايمين انهم يسوي رياضة، لانهم اصلا عندهم عوامل خطورة ثانية مثل ما قال دكتور القفص، ونسبة الصيام تستمر 15 ساعة، فكثير يعني يشكل خطر عليهم اذا سووا في النهار اي نوع من الرياضة. ويفضل انه بعد نصيحة عامة انه حتى لو رياضة بسيطة وحركة البيت وشغل بيت للنساء مثلا او غيرهم اللي هنا فترة العصر كذا، يحاولوا يسترخيوا إذا هم خاصة على إنسولين أو الحبوب اللي تسوي نزول في السكر، إنهم ما يسوي شيء مجهد فترة العصر للمغرب، يعني كذا النصيحة. فهي أفضل وقت للرياضة نقدر نقول من بعد الفطور بساعتين، يعني ما بسرعة توا فطر وملى المعدة وراح يمشي كذا، ما بيستفيد، لأن تركيز الدم بيكون على المعدة، فالرياضة ما بيستفيد منها، بالعكس بيسوي له تلبك في المعدة وعسر هضم. فأحسن شيء إنه ينتظر ساعتين من بعد الفطور، يعني إذا الفطور على 6:30 يعني على 8:30 من يصلي التراويح يمشي، وتوقع إن هذا الحظر تقول بعد 9، فمعناته ننصحهم بالرياضة المنزلية. ممتاز، صحيح، في الحوش، في حوش البيت بس أو الجهاز. نعم. السؤال الآخر، هل يجب تجنب الأطعمة العالية بالمؤشر الجلايسيمي؟ أيوه. أهلا وسهلا دكتور، كانك طلعت عنا شوية. والله ما أعرف، ظهر أنه خلاص. لا إن شاء الله بشوية ونخلص بإذن الله. أيوه، نرجع لك خليجة، جنب المؤشر الجلايسيمي. أيوه، الأغذية العالية بالمؤشر الجلايسيمي اللي ترفع السكر بطريقة سريعة جدا، اللي هي ننصح له، يعني هي عادي مش إنها ممنوعة على الشخص، بس متى الشخص يختار مؤشر جلايسيمي قليل اللي هو، ومتى يختار عالي. العالي أكثر شيء يختاره لما في الوضع اللي هو باغي يرفع السكر، باغي السكر ماله يرتفع بسرعة في لحظة هبوط، يعني أما مثل ما قلنا في حالات الهبوط. أما إنه اللي هم المؤشر الجلايسيمي القليل، هذا ننصح مريض السكري بشكل عام إنه يتناولها من وجبة الفطور لين ما يجي السحور، حتى على وجبة السحور يفضله مؤشر جلايسيمي قليل، اللي هي مثلا أقول المثال اللي هي أغذية غنية بالبروتين وبالسلطة وفيها كربوهيدرات معقدة، يعني فهذا كذا يخلي المؤشر الجلايسيمي بطيء، اللي هو امتصاص السكر يصير بطيء مش سريع ويرجع ينزل مرة. فهذا هو نصيحة بشكل عام. ممتاز. دكتور علي، بالنسبة للجدول اللي ذكرته، يعني كيف ممكن نحصله عليه، وهل شيء بالعربي؟ انا اتوقع جيد ان اذا ما في بالعربي حتى بامكاننا نتعاون معك جمعية العمال للسكري، ونترجم هذه النقاط وننزلها في حسابات الجمعية ونخبرهم، يعني لان معظم اتوقع الاسئلة ممكن المريض يجاوب عليها، ما كذا؟ صحيح، بالامكان. هي غالبا للطبيب يحدد معدل خطورة الصيام، هل خطورة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، ومن خلالها ما اعرف اذا كانت موجوده باللغه العربيه او لا، لكن احنا معنا في العياده نسخه بالانجليزي والنسخه اللي فيها التعليمات بالعربي، فنشرح للمريض ونعطي المعدل او النقاط ونخبره، ثم بعد ذلك نعطيه النصائح. بالامكان ان نترجمها، يعني ما صعبه. ممتاز. سؤال آخر هنا يقول، السكر معي يرتفع أثناء نهار رمضان من الصبح إلى الظهر أو العصر، وقد يوصل 15 أو أكثر، وبعدها يبدأ ينخفض وقد يصل لانخفاض قبيل الفطور، إيش السبب؟ سكري من النوع الأول. بعض المرضى من النوع الأول وخاصة مع طول الوقت يصبح هكذا السكر غير منتظم، فوق تحت، ولذلك ليش النوع الأول غالبا عليه التحديد أكثر أنهم ما يصوموا بسبب هذا التذبذب في معدل السكر.
بسبب هذا التذبذب، يعني قد يكون مرتفع مرتفع ثم فجأة ينزل، وإذا الارتفاع هذا قد يصاحبه نوبة الحمار الكيتوني، وقد أيضا الهبوط صاحبه غيبوبة. فلذلك مثل هؤلاء المرضى ننصحهم بعدم الصيام. السؤال هنا يمكن ما شاء الله أيضا متمكن في الفقه، هل الأنسولين يفطر الصائم؟ لا لا، والآن الأنسولين ما يفطر، ولا الاسمه الفحص يفطر أيضا، ما يفطر. بس دكتور هنا أريدك بس توضح نقطة، إذا ممكن بعضهم لما يكون عندهم ارتفاع في السكر مثلا حصل في نهار رمضان 15 16 يقول لك أنا أخذ الأنسولين، فهل هذا طريقة صحيحة؟ والله هي فيها مخاطرة، فيها مخاطرة. قد يكون هي تصرف، يعني مثلا في حالة احنا نسميه كيف ضبط السكر أثناء المرض مثلا، وقد يكون المريض مثلا ما يستطيع الأكل، لكن هنا ينصحه بأخذ كمية كافية من الماء منعا الجفاف، فهنا مثلا يقيس كل ساعتين فيأخذ الأنسولين حتى ينزل، تسمى الجرعات التصحيحية. في الصيام إذا ارتفع السكر وأخذ جرعة، يعني إذا عنده قدرة على المتابعة ما في إشكالية، يعني مثلا حصلوا مثلا 20 فأخذ مثل 6 جرعات تصحيحية مثلا من المائي أو من سريع المفعول، وبدأ يقيسه كل ساعة مثلا، بعد ساعة أصبح مثلا 18، بعدين 14، بعدين 12، بعدين 10، عند الإفطار كان مثل 5 أو 6، لكن إذا ما عنده القدرة لا طبعا قد ينزل السكر خاصة إذا ما أكل. ممتاز، وأيضا عادة يكون الارتفاع مصحوب بالجفاف، فيمكن هو صح يخفض لكن يكون عنده جفاف شديد شوية، ما كذا؟ ايوه، هذه نقطة. النقطة الثانية ايضا اذا كان مرتفع في بعد السحور مثلا على بداية الصباح وعلى الظهر، فدليل جرعة السحور ما كافية، فيحتاج انه يزيد الجرعة، مثلا ياخذ مثلا 6 وحدات ياخذ 8 وحدات وهكذا. نعم. في سؤال هنا وصلنا أيضا عن طريق الفيسبوك، لو سمحت دكتور عندي سؤال عن صيام شهر رمضان، معلم أني مريض السكري منذ عام 2008، ولله الحمد والشكر أن أعاننا الله على الصيام في السنوات الماضية، لم أشعر بالتعب أو أي أعراض أخرى خلال السنوات الماضية، إلا أن وضعي الصحي في شهر الصيام العام الماضي لاحظت شعوري بالجفاف بشكل كبير خلال فترة الصيام، وخفقان قبل ساعات الفطور تحول دون قدرتي على الصيام، علما بأني مواظب على أخذ الدواء بشكل منتظم، إلا أن نتائج فحص الدم تعطي قراءات عالية حتى بعد أخذ الدواء أو خلال فترة صيامي، هل يجوز لي أن أقطع عن الصيام علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصيام صوموا تصحوا والصوم جنة؟ طبعا الان في دراسات، وحتى الان حتى الناس الغير مسلمين يمارسون بما يسمى الصيام المتقطع، يعني يصوموا مثلا 14 او 16 ساعه عن الكربوهيدرات، فغالبا ياخذون فقط الماء. فالصيام في مجمله صحه، ويساعد المرضى كثير جدا، سواء مريض السكري وغير مريض السكري، ولكن يساعد أكثر مثل ما ذكرت سابقا مرضى السكري من النوع الثاني، لأنه عندهم مثلا زيادة وزن، عندهم سمنة، عندهم مشكلة في التغذية، هؤلاء المرضى يساعدهم كثير الصيام. وبالعكس يعني إذا انضبطوا في أثناء الليل بأخذ يعني الحمية الصحية، يعني سكرهم ينتظم خلال شهر رمضان المبارك. لكن النوع الأول شوي وضعه مختلف تماما، الوضع مختلف صحيح. تماما. قد يكون المريض الثاني الصيام صحة، ولكن لهذا المريض، مريض النوع الأول مثل ما ذكر الأخ السائل، قد يكون بالعكس عرضة لنوبات حمض كيتوني، عرضة لنوبات غيبوبة، عرضة لكثير من المشاكل. فلذلك مثل هذا المريض ما ننصحه بالصيام. طبعا يحتاج أن نقدر، طبعا الأكثر ما أنه من 2008 طبعا المعدل بيكون غالبا معدل نقاط فوق الستة، فهو يعتبر ذو خطورة عالية، ذو خطورة عالية، ولذلك ننصحه بعدم الصيام، لأنه هو جرب الصيام في السنوات الأولى كانت الأمور يعني طيبة ويستطيع أنه الصيام، لكن مع الوقت تقدم عدد سنوات المرض ما يستطيع الصيام.
ممتاز، أحسنت. سؤال الأستاذة خديجة، هل ينصح بأخذ وجبتين فقط فطور السحور في شهر رمضان المبارك؟ يعني عاد صايم طول النهار وبعده بس ياخذ وجبتين في الليل. لا لا، ما شيء حرمان من هذا القبيل. طبعا هو بإمكانه يأخذ ال 1200 ولا ال 1800 سعر تبعه ويقسمها، وطبعا 30 ل 40% من سعراته على وجبة الفطور، والباقي السعرات نفس الشيء مال ال 40 أو 50% من سعراته يأخذن على السحور، وعنده من 10 تقريبا في المئة ل 15% من سعراته يأخذن في هذه الفترة اللي هي بين الفطور والسحور. فهي ممكن ياخذ مريض السكري سواء على انسولين او انه مريض النوع الثاني على الحبوب، ياخذ له وجبه خفيفه ما تتعدى 15 جرام من الكربوهيدرات، ولازم ننبه نقول 15 جرام. ممكن انه في اشخاص، بغي انبه بس لهي النقطه، بعضهم ياكل التمر واللبن والماي بس، وبعدين يصلوا المغرب ويبغي يرجعوا للوجبه الرئيسيه اللي هي مثلا سلطه الفواكه الثانية نوع واحد من المعجنات، ويكونوا ضاربين عليها الأنسولين. فما في إشكالية إذا سووا هاي الطريقة، بس لازم يكون هذه الكربوهيدرات كلها في أول ساعتين من ما أخذ الإبرة أو إنه من شرب هذاك الحبوب، لأنه في العادة خاصة إذا الأنسولين قصير مفعول فهي قمة عمله لين ساعتين. فإحنا ما ننصح إنه هو يجلس يخبص وياكل كربوهيدرات كثيرة من بعد مرور الساعتين، يعني يحاول انه يحطها من 6:30 ل 8:30 كلها، هذه يقسمها هذه الكربوهيدرات في هذاك الوقت، وبعدين من 8:30 لين ما يجي السحور قريب الفجر هو بس يركز على موضوع الشربة، على موضوع الماي، السلطات، ممكن يحط له فواكه ما مشكلة، بس فاكهة واحدة ما يتعداها، حصة فاكهة ممكن ربع ربع من كل واحدة فتصير حصة واحدة. طبعا ممتاز بس ممتاز، تفضل. إضافة دكتور أحمد، إضافة طبعا لكل مجتمع وكل مريض وكل عائلة خصائص معينة في الأكل وعادات معينة. فمثلا بعض العائلات تتعشى مباشرة بعد أذان المغرب، يعني يأكلون الوجبة الرئيسية العشاء. بعضهم مثلا يتعشى بعد المغرب، يفطر على أشياء خفيفة ثم بعد ذلك يتعشى وجبة العشاء بعد المغرب. بعضهم يتعشى مثلا بعد صلاة التراويح، بعضهم يأكل أشياء خفيفة وتكون وجبة العشاء واحدة مثلا على بعد منتصف الليل الساعة 12، وبعضهم مع السحور. فهنا لابد عندما نجلس، وأكيد هم يقومون بهذا، نعرف طبيعة عادات العائلة أو الأكل اللي يتناوله المريض. طبعا إذا كان المريض عنده القدرة على حساب الكربوهيدرات فهذا يسهل كثير. احنا بامكاننا ان نعين له مثلا، نحدد له، وهذا اللي يستخدم للمرضى على المضخات الانسولين، انه هو يحدد مثلا لكل 15 جرام ياخذ وحده انسولين، لكل 20 مثلا جرام ياخذ وحدتين، وهكذا. فهؤلاء المرضى بكل سهوله هو يستطيع انه ياخذ مثلا، الان مثلا اخذ وجبه الفطور، خذ مثلا 60 وحده، 60 جرام. فهنا مثلا هو مفترض ياخذ لكل 10 جرام وحده انسولين، فياخذ ست وحدات انسولين. بعد مثلا الساعه 10 11 قرر انه يتعشى، فيحسب كم ياخذ هذا. فهذا يسهل كثير، واذا استطعنا ان نوصل لهذه المرحله لمرضى السكري من النوع الاول هذا بيسهل علينا كثير. وايضا حتى للسحور، يمكن السحور يختلف من يوم ليوم، يعني بدل ما نحدد نسبه الانسولين ثابته للسحور والفطور، بامكانه يعتمد على الاكل. اذا مثلا وجبه السحور تحتوي على 20 جرام هو بياخذ وحدتين مثلا، اذا تحتوي على 60 بياخذ 6 وحدات، فهذا حتى بيقلل ايضا الاصابه بالهبوط او الارتفاع. ممتاز. وطبعا هناك شيء دورات تدريبية عن طريقة حساب الكربوهيدرات راح تساعد كثير من المرضى، وعندنا حلقة خاصة تكلمت الأستاذة خديجة في موجودة في قناة الجمعية عن كيفية حساب الكربوهيدرات اللي ذكرها الآن الدكتور علي، اللي فعلا تساعد خصوصا للأنسولين قصير المدى. يمكن ناخذ آخر سؤال سعود من الأسئلة مال الجمهور، هذه وعاد بس طولنا واحدة عليهم. أحمد، دكتور أحمد، تفضل. في مريضة بس حتى أشارت تفضل. إنه ردوا علي، بنتي تريد تصوم، اسمها هي فاطمة خليفة. أيوة، نعم هل مريض السكري من النوع الأول بشكل عام يستطيع الصوم؟ نعم طبعا تفضل. يعتمد مثل ما ذكرت، يعتمد على المريض،
يعتمد على عمر المريض، يعتمد على عدد سنوات مرض السكري، يعتمد على الإصابة بنوبات الحماض الكيتون السكري خلال 3 أشهر، يعتمد على مستوى هبوط السكر خلال الأسبوع كم مرة، يعتمد على المعدل التراكمي، يعني يعتمد على نوعية الأنسولين اللي يأخذها المريض، يعتمد على أيضا تجربته في السنوات الماضية. فهي مسألة تعتمد مريض المريض، ولذلك قبل الشروع بالصيام لابد من مناقشة وزيارة طبيب السكري الذي يتابع الحالة حتى يستطيع يحدد هل تستطيع الصيام أو لا. أو بالإمكان تكتب التفاصيل الحالة على حساب الجمعية ونستطيع إن شاء الله الإجابة بإذن الله تعالى. ممتاز أحسن دكتور، ما قصرتم. مرة ثانية نعيد ونذكرهم أيضا باللي قلناه أولا، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا شعر المريض بالتعب والإرهاق والعطش وكرته وكان 26 ملي، فماذا يفعل؟ ينام حتى الإفطار، يمارس رياضة، يفطر ويذهب المركز الصحي؟ سؤال مهم هذا. ممكن نشوف الإجابة. تعليقك دكتور علي. ممتاز، 94% يعني إجابة صحيحة، يفطر ويذهب مركز صحي. فيعني الحمد لله الناس استفادت من 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 مجمل المحاضرة ومجمل الأمسية. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. واحنا في الحقيقة في نهاية هذه الأمسية يعني لا يسعني إلا أن أقدم لكم جزيل الشكر صراحة دكتور علي والأستاذة خديجة. فعاد رسالة أخيرة للمرضى أو المتابعين، نبدأ معك دكتور علي. طبعا نستشعر بنعمة الصحة، ونستشعر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة، والمريض متى ما أصيب بالمرض أيضا يستشعر ويحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهو مثلا إذا كان من الناس أصحاب العذر فهو مأجور، يعني بعدم صيامه واتباعه وأخذه للرخصة فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وعليه إذا كان وصل لسن البلوغ. طبعا السكري بشكل عام خاصة النوع الأول يعتبر من الأمراض المزمنة التي لا يعني مسألة هل يعني متوقع أنها تبرأ هذه أو المتوقع أنها تكون تتماثل. طبعا خاصة مرض السكر من النوع الأول غالبا مرض مزمن، فلذلك المرضى لا يستطيعون حتى القضاء، فعليهم بالإفطار وعليهم بالإطعام، وهذا محدد أيضا وسهل جدا، وهم مأجورين بإذن الله تعالى. فالذي فرض الصيام الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المرض على المريض، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. أحسنت دكتور علي، جزاك الله خير. أستاذة خديجة، كلمة أخيرة للمتابعين. صراحة ما أعرف إيش أضيف على كلام دكتور علي، بس كلامه كفى ووفى. نصيحتي الأخيرة أقول إنه هو الأكل من ملذات الحياة، والمعدة دائما تقامها هي بيت الداء، فلو كل شخص التزم يعني بالنصائح العامة والإرشادات المتخصصين في المجال إن شاء الله بيقدر يصوم رمضان مع النصائح الطبية وكل شيء يعني بسلام، بيقدر يعيل وسط أهله وبين أولاده، بس إنه بدل ما أنه يضطر أنه يتنوم بسبب حالات اللي تصير له والمشاكل الاضطرابات بسبب الصيام. فنتمنى من الجميع أنهم يعني يخرجوا من رمضان محققين الأهداف الروحانية والأهداف الصحية كذلك. شكرا جزيلا لك يا أستاذة خديجة العامرية، أخصائية التغذية بالمركز الوطني السكري، وكذلك دكتور علي الرئيسي استشاري الباطنية والغدد الصماء بمستشفى صحار. شكرا جزيلا لكم، وأيضا نشكر الداعمين لهذه الأمسية اليوم، وهم شركة تنمية نفط عمان وشركة دليل للنفط، وكذلك المؤسسة التنموية للشركة العمانية لغاز الطبيعي المثال، وكذلك صالة جولديز. وكذلك نشكركم أيضا أعزائي المتابعين على حضوركم، ما شاء الله العدد ما زال متماسك إلى آخر لحظة يعني، فهذا دليل على اهتمامكم.
وندعوكم إن شاء الله لمتابعة حسابات الجمعية للتعرف على الفعاليات القادمة، وكل عام وأنتم بخير وتصبحون على خير.